منهم بوتينا من باريس. السلام عليكم بوتينا. الو عليكم السلام جميله، لاباس عليك؟ الحمد لله. كي درتي انت بخير؟ تحياتي لك الاخت هدى والكل الطاقه. تحيه ليك بوتينا، مرحبا. الله يطول في عمرك. حبيبه عندي اليوم واحد الكوتليت بالزبيب. اييه غادي نحتاجو فيه 400 غرام ديال الكوتي ديال لانيو. نعم. اربعه البصلات دونك 400 غرام في الاول ياك، اربعه البصلات، 60 غرام ديال الزبيب، 30 غرام ديال اللوز بالقشره ديالو يعني اللوز كامل، أربعة معالق كبار ديال العسل، أيه، نص معلقة صغيرة كمون، نص معلقة صغيرة من القزبر حبوب، أربعة معالق كبار ديال الزيت بلدية، أربعة وي ومليحة وزيرة. ومليحة المكونات ولا ندخل في الطريقة ديالك؟ واخا واخا. بالنسبة للمقادير عندنا 400 غرام ديال الكوتيزانيو، أيه، أربعة ديال البصلات، 60 غرام ديال الزبيب، 30 غرام ديال اللوز، أربعة المعالق كبار ديال العسل، نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من القزبر، أربعة المعالق كبار من زيت البلدية، والملح والبزار. خيبي مزيان. بالنسبة للطريقة، أيه، غادي نشلضو البصلة رقيقة ونعملوها في شي صوصوز، نشحروها مزيان مع جوج المعالق كبار ديال الزيت، ونضيفو لها تقريبا شي 5 سنتيلتر ديال الماء، نضيفو التوابل والزبيب واللوز، اللوز نكونو هرمشناه. ونخليو هادشي يطيب شي خمسة ما بين 5 حتى 10 دقائق وحنا مغطين عليه. الزبيب هنا ما كنفزقوه ما والو، غير كنجيو كنديروه. لا كنعملوه ديريكت هو. يا وكنزيدو اللوز حتى هو كنهرمشو شويه. وي. اييه. وحنا مغطين على هذيك السوطوز حتى تسخف البصله مزيان، تنضيفو ليها العسل وتنحتفظو بهاد الخلطه على جنب. نعم. تنقبطو هادوك لي كوتي داني ديالنا، تنشحروهم في شي جوج المعالق كبار ديال الزيت. وفي التقديم تنقدموا الكومبوت ديال البصل المرفق بهاد ليكوت. نعم، يعني ماشي كدهنيهم به او لا شي حاجه، يعني كتكون غير صلصه مرافقه الكوتليت ياك. وي تنصبوهم الفوق ديالو وتنخليو شويه في الصوتيه. عرفتي مع ديك البصيله غتجي معسله اصلا بديك بالعسل وهاد المكونات كامله، غتجي فريمون لذيذه وسهله يعني. وي سهله الانسان اللي باغي مره يخرج من يعني العادي اللي كنديرو مزيان مره. مشكوره بوتينا، ناخذ حاجه اخرى علاش لا. عندي واحد الصلصه سهله بزاف وخفيفه بالنعناع. هذه صلصه باش كنحطوها يعني باش كتعرف جميع انواع اللحم، يعني نعملوا اللحم جيكو اي كوتي من اللحم. نعم. ترافقه وسهله بزاف بالنعناع. المكونات وي هذه صلصه انجليزيه، نحتاجوا فيها 15 سنتيلتر ديال الخل التفاح. خل التفاح 90 غرام من السكر فريدة. ايوا وربطة ديال النعناع. صافي صافي، اسهل منا ما كاين. بالنسبة للخل بوتينا ضروري خل التفاح ولا ممكن خل عادي؟ من الأحسن خل التفاح. اييه باش كتجي زعما بحال الوصفة الأصلية. وي حيت ماشي عطي واحد لاسيديتي غزالة. نمشيو للطريقة. غادي نغسلو النعناع ونقطعو، غادي نحتاجو غير الوريقات، ما ناخدوش العواد باش ما يعطيوناش لاميرتوم. غنقطعو هذاك النعناع رقيق بزاف، تنعملو الخل والسكر في كاسرولة وتنغليوهم حتى تيغليو، عاد تنضيفو ليهم وريقات ديال النعناع باش ما يتحرقولناش. نعم. وتنخليو حتى تيتأنفز على خاطرو تيطلق، ومن بعد ذلك تنصفيوها وتنقدموها كيف ما قلت لكم مرفقة بجميع أنواع اللحوم. دونك صافي ملي كتصفى كتكون خاطره شويه؟ لا ما تجيش خاطره بزاف، حيت هذاك الخل التفاح مع السكر شويه تيولي بحال السيرو. شويه بحال السيرو اللي تنسقيو به البسبوسه. نعم. يعني ما تتكونش عاقده بزاف، و ميم طون ماشي ليكيد. تبارك الله عليك. تجي منعشه ونسمه نعناع، كنتمنى تجربوها وتعجبكم. الصحه والراحه. صباحكم مبروك ديالي. الله يبارك فيك بوتينا من الجاليه المغربيه المقيمه في فرنسا، اللي كتواصل معنا باش كتعطينا الشهيوات ديالهم والخبره ديالها المطبخيه لكل المستمعين والمستمعات اللي مازال الخطوط مفتوحه في وجههم باش انهم يتواصلوا معنا.